يقول دعم الشيفو قابض الزيرو في المغرب أعياما يكسيريري يوصل تال 120 ويولي تال الزيرو. يا ربي يعطينا غير الشتاء هالشي اللي باغيين، ما خنوش ما عنده ما يعطينا، العاطي هو الله. من 2016-2022 ست سنين وهم كيطحنوا فينا بهاد الكلمة اللي ما خصهاش قاعد تقال، كيطحنونا. اليوم في زيارة الإخوان ديالنا ديال اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، جاء بناء على البلاغ ديال الإضراب اللي خرجوا به، اللي هو إضراب يعني جاء يعني السبب ديالو هو المحروقات. احنا ماشي حرضناهم انهم يديروا الاضراب، لا بالعكس، هاد الناس جينا باش نشوفوا يعني في هذاك التنسيق الخماسي زائد النقابه ديال اتحاد النقابات المهنيه بالمغرب اننا نلقاو حل للمحروقات. احنا دابا كنقولوا بان المغرب كله تقريبا يعني وصلوا واحد الشلل، يعني واش شي كيزيد مازال و سي نورمال، لان ملي كان دابا بدينا كنحسبوا المدن، كنا كنحسبوا الرزق ديال وليداتنا، دابا كنحسبوا شكون اللي واقف شكون اللي ما واقفش، والوقوف يعني راه لا مفر منه. المحروقات اصبح يشكل خطر للمقاولات النقليه ولهاد الناس، دونك الا كندوي على المحروقات راه حق من الحقوق، دابا اصبح حق، لان ملي كنقولوا المرصه ديال الدار البيضاء في الصيد البحري كتدخل ستيرنا ديال المازوط مدعمه للناس ديال الباركوات اللي كيخرجوا يجيبوا السرديل، كيصرى على جمرك اي راه دعم، يعني راه مدعوم من الدوله. دونك ايوا علاش هاد مثلا هاد سوق الجمله ما تكونش فيه واحد المحطه يسهر على جمرك اللي يسهر عليها جمروكي ويكون فيها الدعم والناس ديال المازوط ديالها من هنا وبواحد الثمن تفضيلي ولما لا؟ حنا دابا ديما كنمشيو للحلقه المستضعفه. حنا دابا ما شوف حنا ما حنا شوف حنا دابا عطينا الاشاره للحكومه مقترح، لا عطينا الاشاره للحكومه بان مشكل ديال الغازوال راه اصبح مشكل رهيب ويخيف هاد المهنيين، دونك الحل راه بيد الحكومه وراه ساهل، غير الا خلينا هاد الشيء يتميع راه ما في صالح البلاد، ما في صالحنا حنا، ما في صالح المستهلك المغربي. حنا على ابواب رمضان كلشي كيقلب على القوت ديال اليومي ديالو، هاد الناس حتى هما راه ملي غادي يجي يوقفوا راه القوت اليومي ديالو مشى، ولكن كيقول لك اللهم نوقف ولا نخرج ندير المازوط ب 11 درهم و30 وما رابح والو، جيب هالمشاكل. دونك من هذا المنبر ديالكم كناشد السيد رئيس الحكومه انه يلقى لنا حل، يلقى للمهنيين حل لا رجعه فيه. حنا ما كندويش على مطالب اخرى لان كاينين بعض لوبيات الفساد خرجوا كيقولوا بان حنا ما فيناش الوطنيه وحنا ما فيناش الروح ديال المواطنه، وخرج واحد البلاغ ديال وزاره الداخليه وبدا الترهيب وبدا التخويف. حنا ما كنديروش شي حاجه اللي غير قانونيه، حنا كنطالبوا ببعض الامور اللي من حقنا. جميع القطاعات الخدماتيه دعمت، علاش هذا المشكل ديال هذه المقاولات النقليه والناقلين ما وصلناش ليه؟ دونك كاين اشكال، كاين علامات استفهام كاع المغاربه بغاو يعرفوها. يعني حول المطالبه يعني بتسقيف المحروقات. وشوف باب اخر يتحل عاوتاني. احنا شوف احنا عارفينهم عندهم الحل. غير يجبدوه. الا خدامين في هذا الحل ديال المحروقات يجبدوه، تسقيف، تنزيل، تخفيض، يسميوه كما بغاو يسميوه. مع اي حل. احنا شوف احنا غير نفيقوا الصباح نلقاو في ستاسيون يواكبوا ديك السيروره ديال هاد الناقلين. وإلا تحل الحوار ماذا بيه؟ إلا تحل الحوار وخرجنا بواحد النتيجة للمهنيين الإضراب غادي يتحل. مشينا نشربوا كاس ديال أتاي وحليوات ونرجعوا نكذبوا على القواعد ديالنا، راه امبوسيبل نديروها لأن هاد النقابات عليهم تقليد. حنا ما كرهناش في هاد الساعة نكونوا مع ولادنا، ولكن راه عندنا تقليد ديال الناس، تقليد ديال القواعد ديالنا في جميع المدن ديال المملكة. كانوا كيقولوا راه مثلا هاد النقابات، لا النقابة ديال الأخ يوسف ولا النقابة ديالنا غير ممثلة وطنيا، شكون اللي واقف دابا؟ ها هما يديروا الإحصائيات راه عند الداخلية، ها هما المدن كاع واقفين، فاس واقفة، وجدة واقفة، تاوريرت واقفة، يعني المغرب كامل. دونك بلا ما يضحكوا عليا يقول لك لا وراه ما عندهمش وراهم ما دايرينش وراهم ما فاعلينش، راه يا اما كيكذبوا على السيد رئيس الحكومه يا اما كيكذبوا على الداخليه. المعطيات اللي كاينه والواقع اللي كاين ديال هاد المهنه وهاد المهنيين راه حنا كنا كنعرفوه. اش بغاونا نجمعوا لي كارت غريز ونديرهم لهم في كاميون نديهم لهم راه نجبدوهم.
فما عندناش مشكل غير باش نمشي وما نجيبو حتى نتيجه راه امبوسيبل، لان وصل القضيه وصلت للعظم من 2016 2022 ست سنين وهما كيطحنوا فينا بهاد الكلمه اللي ما خصهاش كاع تقال كيطحنونا، لان الطحين ديالنا بدا من 2016 الى يومنا هذا، وما يمكنش كنا في 7 درهم نوليو في 11 درهم 12 درهم الى اين، وحتى الدوله ما مساهماش تنظيم هذا القطاع، راه ما مساهماش قطاع مهمش كيفيق الشيفور ولا الباترون يدير المازوت خلص لاسيرونس يجيب للمواطن المغربي ما ياكل وما يشرب، وفي الاخر هذاك الناقل كتلقاه داير قنبه قاج راسه ولا عنده الشيكات دونك اللهم انا هذا لا منكر، وهذا الموضوع ديال المحروقات بغينا يتحبس. الفيضان شكيجر كنمشيو نجيو فابور باش نخلصو المازوت، كندوزو البون بان طرقوة كيتم المازوت نزيدو فواحدة أخرى كنمشيو نجيو حنا فابور، كنمشيو ب 150 ألف فرنك البركان كتشيط لنا فيها 1300 درهم. شحال زاد عليك في الفواياج؟ الفواياج زادت علينا فيها 1200 البركان. ألي روتور؟ ألي روتور 1200 ديال المازوت مع البرد ومع في هذاك، وزيد 7700 درهم ديال لوطوروت. يعني كلفة ديال 80 اللي كنخلصوها تقريبا اللي تزاد علينا دابا كنخلصوا شي 4500 درهم البركان ولا 4800 درهم اللي كنصيروا واش غيشيط لنا حنا؟ احسن ما نمشيوش، حنا راه واقفين ماشي محشين الاضراب، كتقول لك الدوله لا انتم باغيين ديروا الاضراب، والاضراب مسعر ما عندناش فين نخرجوا، حنا اصحاب سوق الجمله ماشي لحقنا ودرنا الاضراب، حتى مابقاش عندنا فين نمشي وقفنا دايرين الاضراب ديالنا السلمي، ما كنلحقو حتى لواحد، ما كنهضروا حتى مع واحد، اللي بغى يوقف كيدخل على خاطره، ما كنشدوا حد، ما كنلحقوا لحد. وعاش الملك. قول لي دابا هاد الوقفه هادي باش غتعكس باش غتنعكس على السوق على برا؟ وغتنعكس غادي تزاد كلشي غادي تزاد من طبيعه الحال، الحديد واقف دابا غتصبح زايده، الخضار كامله غادي تزادوا، الفواكه كلشي غادي تزاد في سوق الجمله. وكاين لوفيات هنا اللي كيدخلوا للسوق وكيقولوا الخضره ما طالعش، الخضره طالعه علاش ما طالعش؟ هي كانت غاليه قبل من الاضراب، اليوم زاد درهم في الطاطا، واليوم دابا غادي تزاد، الطاطا كانت هاد الايام 180 اليوم صبحت ب 2 دراهم و 80 فرنك، اليوم نزيد درهم. اي من طبيعه الحال راه الفلاح حتى هو الضر، الا جابوا شي واحد اللي ما بغاش يوقف مع خوتو راه زايد عليه، راه الترانسبور دابا اللي خدام اللي كيشوفوا كيرولي راه كله زايد، إلا استافد الفرصة المهنيين واقفين هو خدام، راه صباح جايب دابا ب 4000 درهم باش جاي من مراكش، جايب 8 طوان ب 4000 درهم ديال هذاك، دابا الناس خدارة كنا كنقولوا لهم هاد الأيام تزيدونا 100 درهم المازوت زاد ما بغاوش يزيدونا، اليوم صبحوا زايدين 2000 درهم في الترانسبور. زادت 2000 درهم. وراه اللهم إن هذا منكر. هادو اللي خدامين. هادو اللي خدامين وزيدنا. كيستعملوا هاد الوضعية. هاد الظرفية وزيدونا حنا واحد 200 درهم قبل ملي تزاد علينا يتزاد علينا المازوت يعاونونا بها لا. وحاليا دابا الناس راه كتبغي تدخل، الناس السيد راه واقف معنا مول الكاميو من الوزن الثقيل، هو داخل دابا هارب عليه خدار ما خلصوش اليوم، ها هو معنا حاليا دابا داخل هنا ما خالش، بقى الكارت كريز ديالو محطوطه في العشر، مول الكاميو ما كاملش ليه الفلوس ديالو هارب عليه الخدار، راه اللهم ان هذا منكر، راه حنا مضحيين هاد الايامات وصافي. خويا حنا وقفنا على قبل المازوت اللي ولا كيلهب جويو ديال المهنيين، الناس مابقاش قادرين يسايروا هاد الغلاء المهول ديال المحروقات، ولاو اضطروا يوقفوا لان ولا الثمن تكلفه ولات كتفوت 80% ديال الغازوار، ناهيك على طرق السيار والمصارف اللي تابعه هاد الشاحنات، هاد الناس بقاو يقدروا يسيروا، بقاو يقدروا يسيروا هاد الوضع اللي واقع دابا، وراه وقفوا صافي وقفوا، ودابا الناس اللي كيدخلوا راه كيلتحقوا بالاضراب ديال الداخل عندنا. شحال تكتبوا النقابه كاين دابا تقريبا؟ هنا كاين اتحاد نقابات المغرب، وتكتلنا مع الناس الكونفدرالية هي وفات 72 لفات واش توقف ولا ما توقفش؟ حنايا ما دايرينش فيه مفتوح وما غنتحركوش حتى تحقق المطالب ديالنا، غنبقاو واقفين لان ما عندناش فين غنخرجوا، ما عندناش فين غنخدموا حتى يتحقق المطالب ديالنا ويديروا شي حل، الحكومه دير شي حل لهذا الغازوال باش نقدروا نخدموا، لان ما نقدروش نهزوا التكلفه ديال الثمن ديال الرحله، ولينا كنتكبدوا حنا الخسائر ديال الزياده، كنتكبدوا حنا من جيوبنا، حنا اللي كنتحملوا هاد الخسائر ماشي المواطن، المهني ديال النقل هو اللي كيتحمل هاد المسؤوليه. شنو الانعكاسات ديال هاد الوقفه على السوق على برا على البيضاويين؟ غتكون انعكاسات، راه غتولي غلاء السلع الغذائيه بصفه عامه ماشي غير الخضار والفواكه، وشي غيتزاد نهار على نهار، وكتشوف الوضعيه ديال البلاد كيفاش دايره، حنا راه ماشي بغينا نوقفوا، اضطرينا نوقفوا، وقفنا على خاطرنا. على خاطرنا هاد الناس تطوح ما يقدر يوقف. جاو وقفوا الروس، وحنايا بعدا كمكتب وطني كنمثلوا هاد القطاع هذا في هاد السوق هذا، جاو المهنيين اللي قالوا حنا باغيين نوقفوا، هما اللي رغموا علينا باش نوقفوا، ماشي حنا اللي بغينا نوقفوا.
إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.